يمكن أن تصل أمة من الأمم إلى ثمرات التقدم ما لم تكن المرأة حاضرة في أول سلم النهضة وأوسطه وأعلى قمته، فلا تغيب لدورها ما دام الهدف هو ارتقاء المجتمع ككل. الاحتفال بيوم المرأة العالمي يفتح أمامنا الباب على حكاية المرأة الإماراتية مع التمكين، فقد حققت المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم خلال عقود، بدعم من القيادة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالدور الفاعل للمرأة في العملية التنموية. فقد انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسا للمجلس لتكون بذلك أول امرأة إماراتية وعربية تترأس مؤسسة برلمانية. وفي التشكيل الوزاري الأخير وصل عدد الوزيرات إلى 9 وزيرات، وقدمت الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي، حيث بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 23,000 سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها عن 50 مليار درهم. وفي مجال الوظائف الحكومية فقد استحوذت المرأة على نحو 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، إلى جانب القاضية والطبيبة والمهندسة والرياضية، وانخرطت المرأة أيضا في القوات المسلحة وحملت لواء الدفاع عن الوطن بكل ما تستطيع من إمكانيات.